هذا اليوم هذا هو صراحة جاء عبارة على اعتراف، اعتراف وكذلك ندوة حول بالمناسبة ديال اليوم العالمي للرياضة، التنمية والسلام، وكذلك جمع الشمل ديال الأساتذة الكبار ديال الإعلام الرياضي، لأنه صراحة دائما كنت نقول على أن الرياضة والإعلام حنا واحد طائر، طائر اللي عنده جوج ديال الجناحين، جناح ديال الإعلام وجناح ديال الرياضة. بلا إعلام على أنه النتائج ديالنا ما تتوصلش، وبلا نتائج يعني الإعلامي في الرياضة تيخصو على أنه يكون عنده نتائج دائما. فلهذا فكرنا داخل جامعة الملك المغربي للرياضة الجميع، لأنه باش يكون هذا اليوم هذا اللي هو يوم تواصلي، وكذلك يوم تنجمعوا ما بين أبطال اللي دازوا في المسار ديال هاد الإعلاميين هادو، وكذلك هما إعلاميين اللي غيكونوا مكرمين من طرف هاد الرياضيين. هذا اليوم كان من إبداع مغربي، على اعتبار أن واحد من زملائنا الإعلاميين قام من القامات الإعلامية الرياضية الوطنية، بل واحد من المؤسسين ديال الإعلام الرياضي الوطني الحديث. الأمر يتعلق بالأستاذ كمال الحلو اللي تقدم بهذا الطلب سنة 2011 لأول مرة بوصفه نائبا لرئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، طلب ديال أنه يكون هناك يوم عالمي للرياضة للتأكيد على دور الرياضة في بعث السلام، للتأكيد على دور الرياضة في الاستقرار والأمن، أيضا دور الرياضة في التنمية الشاملة، دور الرياضة أيضا في إشاعة المحبة، وأيضا في إقرار العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. إذا أدوار كثيرة كتلعبها الرياضة، وأعتقد على أنه كان هذا شيء جميل جدا. الأجمل ما في الأمر هذا المرة هو أن خلافا لما كان يجري في العادة أن الجامعات الرياضية تحتفي بالأبطال الرياضيين، اليوم الجامعة الملكية المغربية للرياضة والجميع مشكورة أولا على إحياء هذا اليوم وهذا الإفطار الجماعي بحضور نخبة من ألمعي نجوم كرة القدم الوطنية في الزمن الجميل، أنها أبت إلا أن تحتفي بهذه الذكرى، وأيضا أنها تحتفي وتكرم نخبة من الإعلاميين الرياضيين المغربي اعترافا لهم بالأدوار اللي كيلعبوها في صناعة الأبطال وأيضا في صناعة الإنجازات الرياضية. إحنا يعني كرياضيين عشنا معهم منذ الصغر، وبقات واحد العلاقه يعني طيبه طيله ازيد من 40 سنه. فلهذا كيف قلت بانه الرياضه كتجمع بين يعني اللي زوين في الرياضه هو كتجمع بين ما بين الشعوب وكتجمع ما بين الناس. فاحنا مستعملين كيف قلت لك واحد الهدف نبيل، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يكون يعني يكون شهر رمضان الكريم داز كله خير وبركات على الجميع. باش جامعة تفكر انها تكرم يعني هذا العدد الكبير من الصحفيين الرياضيين فهذا يحسب له. ثانيا باش تدير واحد التشكيله من المخضرمين وعناصر من الجيش الشباب فهذا يحسب لهم كذلك. وحقيقه لحظه اعتراف يعني كبيره جدا ولحظه انسانيه اللي دائما الصحفيين غيتذكروها ودائما سعدوا بالبداد ديال الفخر. شكرا للجامعه، شكرا لانها فكرت في كرم صحفي اللي كان دائما اخر من يتم الالتفات اليه، الان ولا في المقدمه بفضل الجامعه. كنتمنى كاع التنظيمات الرياضيه على الصعيد الوطني تكرم صحفي في حياه ديالو قبل الممات ديالو. اولا خصني نشكر نزهبي دوان، البطله نزهبي دوان الرئيسه ديال الجامعه الملكيه المغربيه للرياضه للجامعه. كنشكرها ماشي على الانشطه ديالها، ولكن نشكرها على هذه المبادره اللي خلات الزملاء الصحفيين والرياضيين تكون واحد اللمه بيناتنا، وتكون واحد اللقاء ونشوفوا بعضنا بعض ونسمعوا لبعضنا بعض. كنظن ان هذا اللقاء هذا ما تقدر عليه الا الرياضه للجميع، وبه تتجسد المعنى الحقيقي للرياضه للجميع. نحن جميعا من اجل الرياضه، والرياضه هي التي تجمعنا، ومن اجلها نحن زملاء ونحن اخوه، سواء تعلق الامر باللاعبين بالمسيرين بالاعلاميين وبالحكام، ايضا كل منظومه كل مكونات المنظومه الرياضيه.